بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تتبعتم كان لقاء مهم ديال الأغلبية لترأس السيد رئيس الحكومة. هذا اللقاء فكانت عدة رسائل كبرى. الرسالة الأولى بأن كلنا معبؤون وراء جهد الملك بالنسبة للقضية الوطنية. اليوم كاين العديد من النجاحات والمكتسبات التي تم تحقيقها، ولكن هنالك تحديات ونحن مستعدون للتصدي لكل هذه التحديات. وفي هذا الإطار فتم اتفاق على أن تكون هنالك آلية حزبية دبلوماسية اللي غتشتغل على هذا القعد الأساسي، زيادة على تهيئة أعضاء من كذلك الفرق في مجلس النواب ومجلس المستشارين، والانفتاح على الأحزاب الأخرى كذلك لتحقيق إن هذه القضية قضية وطنية، للعمل على استهداف الدول التي لم تقوم حتى الآن بالاعتراف بمغربية الصحراء أو بدعم المقترح ديال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وكذلك العمل للتصدي لمن يواجه هذا الحل الضروري والوحيد اللي كاين ألا وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كانت فرصة كذلك للتأكيد على أننا كذلك مستعدون لمواصلة العمل وحل إشكالية كبرى اللي هي إشكالية التشغيل. ثم تعلمون بأن عندنا مشكل كبير ديال البطالة اللي هي تزداد ارتفاعا خصوصا مع الجفاف بالنسبة للعالم القاري، ولذلك فهنالك العديد من التدابير التي تم اتخاذها من خلال أولا رفع مستوى الاستثمارات العمومية ليخلق العديد من فرص الشغل، ثانيا من عمل كذلك على دعم التشغيل خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهنالك كذلك ما هو مرتبط بوضع آليات ديال الإدماج في سوق الشغل لكي تستفيد منها كذلك الفئات اللي ما عندهاش شواهد. انتم عارفين بان فئات عريضه من المواطنين فما عندهم شهاده، فهما كذلك يمكن لهم يستفدوا من هذه الاليات الجديده اللي غتمكنهم من الولوج الى سوق الشغل. النقطه الثالثه اللي هي مهمه جدا هي مرتبطه بالقدره الشرائيه. انتم تعلمون بان رغم المجهودات الدوله رغم التحكم في التضخم فلا زالت الاشكاليه مطروحه خصوصا بالنسبه لبعض المواد الغذائيه، خصوصا بالنسبة للحوم وكذلك زيت الزيتون، وبالتالي فالحكومة اتخذت العديد من التدابير، الهدف منها أساسا وهو العمل على ضبط الأسعار من خلال استيراد اللحوم، ومن خلال كذلك إعادة بناء سلسلة إنتاج اللحوم الماشية، لأن عندنا مشكل كبير وهو أننا بدنا نفتقد السيادة ديالنا في هذا المجال، وبالتالي من الضروري أننا نسترجع هذه السيادة، وبالتالي تم وضع خريطة الطريق اللي فيها الدعم اللي فيها المواكبة اللي فيها خلق فرص الشغل في العالم القروي باش يمكننا نضمنوا هذه السيادة الوطنية اللي أكد عليها جهاد الملك في هذا المجال ديال اللحوم. وهنالك بالطبع لدعم القدرة الشرائية، كما تتعرفوا بأن كاين أولا الأسعار، وثانيا كاين بالطبع الدخل، فبالتالي فسنواصل في زيادة الدخل بالنسبة للموظفين والموظفات. عندنا 500 درهم إن شاء الله اللي غضاف بالنسبة في يناير المقبل، زيادة على التخفيض من الضريبة على الدخل اللي غيتم كل الأجراء. أنتم عارفين بأن اليوم بهذا الأمر اللي هو عنده 6000 درهم ما يبقاش يخلص الضريبة على الدخل، كان في إطار المعاش أو المتقاعد أو كان شاب اللي هو غيستخدم كذلك بهذا الأمر، وهذا غيزيد في بالطبع القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين، ونخفضوا من الأشطر العليا. كانت الشطر العالي كان 42% و 38%، دابا نبقوا 37%، وهذا بالطبع فهو تمشي في إطار يتسيب الدخل. زيادة على هذا الأمر فهنالك أمر أساسي ألا وهو البعد الترابي. في إطار هذا البعد الترابي فهنالك أولا العمل على تقليص الفوارق المجالية من خلال مخططات جهوية للتنمية مع الجهات، اللي درنا تعاقدات مع الجهات باش أننا نخلقوا الفرص الشغل، أننا نفتحوا المجال باش أنه نديروا كذلك الفك العزلة القروية، ولكن كذلك الفك العزلة المجالية بالنسبة للأقاليم اللي هي نائية، وفي نفس الوقت باش أننا يمكننا يكون هذاك الميثاق الاستثمار اللي هو تحفز الاستثمار في هذه المناطق النائية باش أنه هذه التجهيزات التحتية تكون جاهزة باش يمكن الواحد يجلب هذه الاستثمارات. زيادة على الأمر فهنالك كذلك الرفع من
من الإمكانيات والغلاف المالي الموجه للجماعات المحلية. تم الرفع هذا السنة ب 15%، واليوم غيكون رفع ثاني لنزلنا من الحصة ديال الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32% اللي غتمشي للجماعات المحلية. هادشي علاش؟ باش يكون خدمة القرب. هادشي علاش؟ باش الجماعات تكون عندها الإمكانيات باش أنها تخدم المواطنات والمواطنين، لأن احنا عارفين باش يمكننا حقيقة نقوي الديمقراطية ضرورة أن نعمل على تطوير الديمقراطية المحلية، وهذا من خلال تحسين الحياة اليومية ديال المواطنات والمواطنين، وهدفنا في كل ذلك وهو ضمان الكرامة لكل المواطنات وكل المواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.